السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة المطبخ المبسط. كما ترون اليوم أقدم لكم طبق جد سهل، وهو اللحم بالقوق والبازلاء أو جلبانة. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. سنحتاج في هذه الوصفة إلى بصلة مفرومة، كمية من القوق، كمية من اللحم حسب الرغبة، القليل من زيت الزيتون، القليل من الكزبرة الناشفة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، القليل من الملح، فصين من الثوم المفروم، القليل من الكزبرة الطرية، وكمية من الماء والقليل من عصير الليمون. البازلاء سأخرجها في آخر لحظة من المجمد. طنجرة فوق النار، نضع القليل من زيت الزيتون والبصل، ثم اللحم، أحرك على هذا الشكل بعد أن يتقلى لبعض الوقت. أضيف التوابل، أما الكزبرة الطرية سأتركها للأخير. أترك اللحم يتقلى لبعض الوقت مع التوابل، ثم أضيف الماء. كما ترون الآن أضيف كمية مناسبة من الماء وأترك القدر فوق نار متوسطة حوالي نصف ساعة على حسب نوعية اللحم. نمر الآن إلى تقشير القوق في إناء به الماء. أضع القليل من عصير الليمون، وأبدأ في تقشير القوق على هذا الشكل. أنزع لها الأوراق، هنا أستعين بسكين كما تلاحظون، أزيل الجوانب،
ثم أزيل هذه الشعيرات الرقيقة في الداخل على هذا الشكل، وأضعها في الماء الذي به الليمون، وأحتفظ بها إلى أن ينضج لنا اللحم. الآن أضيف البازلاء أو جلبانة، أنا أخرجها في آخر لحظة من المجمد، لذلك لم تجدوها أثناء تقديم المقادير. سأضيف الآن القوق، وفي الأخير سأرش الكزبرة الطرية، وأترك الكل فوق النار حوالي من 4 دقائق إلى 5 دقائق على نار متوسطة. هنا بعد أن نضج المرق، طبق اللحم بالقوق والجلبانة أصبح جاهزا بالهناء والشفاء. أتمنى أن تعجبكم الوصفة، وصفة لذيذة جدا ولا تحتاج إلى وقت أثناء التحضير. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب أو لايك. إذا أحببتم أن نوافيكم دائما بجديد قناتنا، اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس. إذا أحببتم أن تعم الفائدة، شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في حفظ الله، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم.